تصرف جنيه في اسبوع يا ابن الكلب؟ ليه؟ بعمل ايه انا عشان تصرف جنيه في اسبوع؟ ايه ده؟ خش يا قلبي. انت غير منور ايه؟ انا خايف من شكلك انت. ايه يا خال، ايه اللي انا شايفه ده؟ الواد صرف جنيه في اسبوع يا فوزي. صرف جنيه في اسبوع يا فوزي. صرف جنيه في اسبوع. ما دي التربيه البايظه. لو كانت اللمبه المحروقه دي ربته ما كانش جرى اللي جرى. اكيد بيشرب سجاير. انا اروح اشوف مين شرب نص سجاير. خد يا انت عايز ايه؟ انت مش امك بقى دي جاد وخلاص تمنعها. ما انا عارف ان امي ماتت، انا عارف، بس انا قلت يعني بيقولوا الخال والد، قلت يمكن يمكن. انت مش من اي حد، مش من اي حد. انا ماليش غيرك يا خالد. امال عايز ايه؟ عايز بصراحه، عايز ايه؟ قول لي الحقيقه، عايز ايه بصراحه؟ انا عايز 4000 جنيه اقطع تذكره واروح دبي. انت بتستخبى يا ده في ناس كتير قوي جوه. انت بتستخبى يا ده، عايز تروح دبي؟ اول مره انا هديك يا ابو صاحبي. عايز تروح دبي؟ دبي يا خالي، دبي. انا هوديك دبي. طب اسلم على مرات خالي. لا هوديك دبي من الاول. بس دبي مش من هنا. والله هتوحشنا يا فوزي. والله انا اللي كل حاجه هتوحشت يا محروس. بس انا ما كنتش اتوقع ان انت تبيع موتوسيكل اللي حيلتك عشان تجيب لي تذكره الطيران. ما تقولش كده يا جدع، ده احنا اخوات. وغيرت لك يا عم 50 دولار موجودين عندك في الباسبور. ربنا يخليك حبيبي. مفاجاه مفاجاه يا فوزي. الجمعيه اللي كنت عاملها عشان اظبط اجهزه الصوت بتاعتي. حلال عليك يا عم. يا جدعان، لو ليه اخوات مش هيعملوا اللي انتوا عملتوه. انا بقى نفسي اوصيكم وصيه، كل يوم تيجوا تسقوا الزرع. ما تعرفوش الزرع بالنسبه للفنان ايه. احتياج الزرع للفنان زي احتياج الشوربه للحبان بالظبط. ارجوكم تيجوا تسقوا كل يوم. طب ايدك على المفتاح بقى عشان نسقيه. مفتاح ايه؟ مفتاح الشقه. لا انا ما بحبش حد يدخل بيته وانا مش موجود، وانا ما بحبش الزرع اصلا. انا عمري ما بحب الزرع. يلا يلا. توحشوني والله. سلام يا فوزي حبيبي. بقول لك يا فوزي، إيه؟ اول ما توصل دبي شوف لي اي شغلانه في شركه ادويه، لان المصنع اللي انا فيه بيتسكر. شغلانه ايه ده؟ انا خليك صاحب شركه ادويه حبيبي. فوزي انا عايز اطلب منك طلب صغير. عيوني عارف مايكات وعده الدي جي، هخليك ملك. لا لا، بالنسبه للجمعيه اللي انا اديتها لك فوق، كنت محتاج منها 200 جنيه بس عشان امي سالفه فلوس من خالتي. لا لا طالما سالف لا. وبعدين اللي انت جبته لي كتير بصراحه. سلمني على الحاجه، خليها تدعي لي. ها معلش، في 500 عشان المصاريف بتاع اولاد اختي اطفال. فوزي على اطفال لازم يتعلموا، لازم يتعلموا. اتفضل يا عمي، ربنا معاك. الله. فوزي معلش، انا في 125 عشان انا محكوم بمعاد شحن المحمول بتاعي. خد الساعه بتاعتي. لا لا، خد الساعه. هي دي المفاجاه، هي دي المفاجاه اللي انت عاملها لي. فوق على دي صداقه. انا عايز اقول لك حاجه، اي حد يطلبني في فرح في حفله انا ما سبتش البلد. ها انا رايح رحله عليك في ساحل العاج، اتفقنا؟ اه يا جدعان، جبت التوك توك؟ طبعا يا عندليب، اتفضل. وده هيكفينا احنا الثلاثه؟ مش ده فوزي، ده سواق التوك توك اهو. مؤاخذه لا مؤاخذه، سواق ايه ونيلة ايه؟ انت عامل التوك توك على قدك، امال الزباين تركب فين؟ يا عم انت اخر شويه. حرق اسود ومنيل. باي باي يا مصر، باي باي يا مصر. يا عم مش عارف تركب الدخل يا اسطى. جود مورنينج مستر فواز. جود مورنينج. الموظفين مستر فواز يبغون يقدموا التعازي لحضرتك عشان الذكرى السنوية لوفاة المرحومة زوجتك. سندس زوجتي الحبيبة أمي يزيد، والله تركتيني ووحشتيني وحشتيني. وراي يا شباب، عزم الله أجركم. يا لهب اللي له الخافق يهلي هلي من الفرح، وروحي بات هلي هلي الا شفته ولو في النفس ضيقه ضيقه تفرج كل همي واضمحلي حلي رفيع الشان عن ضرب الدنايا نايا واللي وعد بوعده ما يخلي خلي. جمانه ارفدي لي 7 من الموظفين هذول. يلا. ليش مستر فواز؟ هوبا. ايوه هوبا، اتجننت انا. ما كانوا بيقولوا ورايا بصدق، كان كل نفاق ورياء. ليش هم ياخذوا رواتب ويسووا شوبينج وانا افضل حزين على ام ولدي؟ وكلمه زياده هتحصليهم. يلا. حاضر. اه يا جمانه، والله ذكرتيني بجرح عمري
وغلطة عمري في نفس الوقت والله، أخذت زهرة شبابي وفلت. الذكرى كم لها هذه؟ الخامسة مستر فواز. خامسة؟ خمس سنوات يا والله، مر علي كأنهم ست سنوات. ما علينا، يعني فيها مشوار للمقابر اليوم. يا أوكي، كان عندي شيء مهم والله كنت أسوي، لكن لازم نروح المقابر، ده واجب. مستر فواز كان نفسي أروح السينما في فيلم جاكي شان أكشن موت. أحبك وأودك وأموت وأموت بهواك. هلا هلا هلا، العندليب قايلك يا دبي. تحمل تحمل جفا. هلا هلا هلا، أحبك وأودك وأموت وأموت بهواك. هلا هلا هلا، قلبي عشانك تحمل تحمل جفا. هلا هلا، يا حياتي اشتقت اللقاك. ليالي تعدي بدون الحبيب، وكم يا حياتي اشتقت اللقاك. هلا هلا هلا، هلا هلا هلا. هلا هلا هلا، انت يا ابني كلم اخويا فواز قول له اخوك فوزي بيه تحت. يا خبر ابيض يا فندم، حضرتك فوله واتقسمت نصين. انت صاحبني يا ابني ولا ايه؟ يلا خلص شوف شغلك يا فندم. ده احنا مصريين زي بعض. ايوه احنا مصريين بس مش زي بعض، مش لدرجه انك تمسك ايدي وتفعص فيها. يلا لو قولي صحيح، اصل انا بقالي فتره ما اعرفش حاجه عن اخويا، كنت مهاجر سنين في صفه اللبن. انت عارفه الاف اخر فيصل دي اخويا قالوا لي عنده شركات، هي دي انهي واحده فيهم؟ حضرتك دي اكبر شركه ادويه في الشرق الاوسط. ادويه؟ يخرب بيت حظك يا محروس. ما يلا هات شوف شغلك. الو، وصليني بسكرتيره لو سمحت. عندكم اسانسير ولا هطلع على رجلي؟ لا دي ولا دي. لا دي ولا دي، يبقى اكيد في مفاجاه. يا جماعه كده عيب، احنا مصريين زي بعض. الله 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 الله، هي دي المرجله برضو، هي دي الجدعانه، هي دي الجدعانه. اخس عليكم اخس عليكم اخس عليكم. بقول لك يا كابتن، ما شفتش سواء تاكسي ميشن دلوقتي سرق مني 45 دولار؟ لا والله ما شفته. هو الميكروباص ده بيروح فين؟ لا سيارة صاحب الشركة. سيارة صاحب مين؟ صاحب الشركة الحين بينزل. ده اخويا صاحب الشركة يا فواز. حزين والله حزين والله، فراقك صعب يا ام يزيد والله. لا اروح القبور دحين وما ادري ابكي على فراقها ولا ابكي من الشوب والرطوبه هذه. وين سياره المقابر واليوم الاسود؟ موجوده مستر فواز. تعال 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 تعال، انا قلت لك روح. لا ما قلت ولا ما قلت. لا ما قلت روح. روح انت، ليه ما رحت؟ روح مستر فواز. تعال انت تقول من نفسك تروح، انا اقول لك تروح. يلا روح، هو يوم اسود من اوله والله. فراقك صعب علينا والله والله، قهرتيني والله. رحمة الله عليك، رحمة الله عليك يا ابو يزيد، رحمة الله عليك. طب طب ودلع يا يقول لنا تأخرت يا عليم. فواز جانا بيتم انا كولتم كاسا وكاسي يتو بيه الحياة دقنك دي ما فهمك. ادخل قول لي فواز بيه جثة اخوك فوزي بره. فوزي انا سعيد بيكوا قوي قوي، شكلكم انتوا الاثنين توأم زي انا واخويا فواز. بعد سلع صونا عمن فوزي كروة بصايا. يا على لعبة القدر. ايه ده ايه ده،
دي غريبة قوي. أنا ماما قالت لي إن أخويا خليجي مش هندي. آه بص، حتى شكله مش شكلي ولا جسمه من جسمي، بس مش مشكلة، ساعات واحد في التوأم بينزل قبل التاني، يمكن هو نزل قبل مني بعشر سنين، يمكن. حبيبي يا أخويا، تهنا ببحر الدنيا والقدر جمعنا يا فواز. أبيك يا أبو الطيري، أنا عارف إن الصدمة صعبة عليك، بتقول كلام مش مفهوم. خش في لحمك أخويا خش. أري يا سبعتك كيو كارتاي أركتك وركتك، أنا عارف إن أنت ممكن تتلوث وتتجنن. خش في دمك حبيبي. أبيك صبرك يا روي، عارك يا أبو. خش في عظمك أخويا. انا ما فيش اخوك. امال انت مين؟ انا خان كابور. كان خابور وبقيت ايه دلوقتي؟ خان كابور المربي الخاص لمستر فواز، وكذلك الخادم الامين للمرحوم الوالد فايز الخويري. ما انا قلت كده برضو، مش معقول تكون انت توامي، دي كانت امي اتفرتكت الله يرحمها. معك فوزي عند ليه بتدقي؟ اري انا يعرف انت منو، لقد ولدت على يدي. طب قول لاخويا كده لحسن، انت مش مصدق خالص. عندما ياتي مستر فواز لا بد ان اخبره بكل ذلك. اكسكيوز مي حبيبي، كم هير هوم سي ميك لايك مي، سوي مثل انا. 1 2 تك 1 ايه 1 2 تك 1 2 تك يس حبيبي حبيبي. بقول لك يا نبي يا عم خبور، اخوك على لحم بطنه اي فرختين جمالين. ها الحياة بقى لونها يا بمبي، وانا جنبك وانت جنبي. الشغالين اللي هنا فين؟ انتوا يا بهايم، اي حد يجيب لي فستق. لا 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 الحزين عايز ابكي، فرحان عايز اضحك، مجنون يفتحي. ده اسمه كلام يا ست؟ حد يدخل على الناس كده من غير لائحه ولا دستور؟ تومين ام سوري مستر فوزي، خان هو اللي قال لنا ندخل نسلم عليك وفهمنا كل شيء. ايش هذا الشيء؟ ايش هذا الشيء؟ ما شاء الله، ايش هذا القمر؟ بيبي ابيض وجميل، انت بنت ده باصه كمان. ايه ده، مين اللي عمل فيك كده؟ ياسا، في حد شد لك ده؟ بنت ده، انت بنت. بص بص امل، ما شاء الله ستة بنت. هو مين ده؟ هذا يزيد ولد اخوك مستر فوزي. ابن اخويا، ادخل في حضن عمك يا حبيبي. يا ابني مرحبا. هلا والله، اكيد انت مرات اخويا فواز. معاكي فوزي عند اللي بتدقي. مستر فوزي، انا مو زوجة اخوك، انا سكرتيرته. زوجة مستر فواز توفت من 5 سنين. ده شيء يسعدني جدا جدا. تعالي معايا. مرحبا. انت لسه واقفه؟ تفضلي استريحي. اهلا وسهلا، تفضلي. انا كنت اعرف واحده اما كانت بتقعد كانت الكنبه بترجع. وحضرتك مش متجوزه؟ لا مش متجوزه. ولا ماشيه مع حد؟ لا. يعني ذمتك فاضيه خالص؟ ها؟ اه فاضيه. مش عايزه تمليها؟ هو انت ما بتعمليش علاقات يرفضها المجتمع والناس والعرف؟ سوري مستر فوزي، انا مو مرتبطه وما افكر في هذا الموضوع ابدا. انا اوعدك انك قريب قوي هتفكري في الموضوع ده. سوري مستر فوزي، استاذن انا. رايحه فين؟ وانا مش هشوفك تاني. اذا بغيت شيء كلمني على غرفه رقم 4. يا خان وديني شنطتي غرفه رقم 4. بقول لك ايه يا قطه، انا بقالي كتير هنا ما شفتش اخويا فواز. هو اتقتل ولا ايه؟ اليوم الذكرى السنويه لزوجته الله يرحمها، وهو دحين في المقابر بيقضي عندها الليل كله. تحب تروح لك نوع من المشاركه؟ طبعا اروح له واشارك اخويا في احزانه. اول يوم اقضيه في دبي في المقابر، نفسي اعرف مين اللي نظر ونقف السفريه دي.
يا ابن المحظوظة يا فوزي، ده زمن وهايص. آه يا سندس، آه يا أم العيال، بعد فراقك يا سندس الورود ذبلت، البلابل صارت تنوح. يا أخ أنت يا بيتهوفن، إيش في ليلتك؟ أنا جايبك وأعطيك مصاري عشان أحس الحزن، بدي أبكي، يعني فين أبكي؟ مقابر أبكي فين؟ شوي شوي الله يرضى عليك، الله يرضى، هذه مرتي، مرتي وماتت، شوي شوي، تفضل، لا تأخذني، تفضل. آه يا ميزي، آه، روح، يلا روح، يلا روح. يكشي يطلع لك شبح في المقابر هذه، ياكلك أنت والبيان اللي في يدك ده، وطر وطر. ستار يا أم يزيد، يا زوجتي تركتيني وحدي، وحدي تركتيني، والله نفس المعنى، ايش هذا؟ قصر الكلام، بعدك انا صرت وحيد في الدنيا، والله وحيد. انت مش لوحدك يا فواز، انت مش لوحدك اخويا، ليك اخ بيحبك يا حبيبي. لا عفريت، عفريت. عفريت مين؟ انا اخوك فوزي، قلت لك من مصر. عفريت مصري، تركت مصر وجيت للدبي. يا عفريت مين؟ خش في حضني ولحمك اخويا. اعوذ بالله، ادعوا لي، جاني جني، جاني جني قصير مصري، قال لنا اخوك فواز، جاني جاني، والله ريته، والله ريته. لا انا لازم اكلم الدكتور بسرعه، شكلها حمى، لا بد من كمادة. يا نهار اسود، اخويا هيضيع مني، ده انا مع شرطه شغل ربع ساعه. يا فواز عشرة ربع ساعة هضيع في الأرض يا أخوي، ما تخافش يا حبيبي، أنا أخوك، أنا أخوك فوزي اللي كلمتك في التليفون. يعني أنت مش عفريت ولا عفريت وبيتكلم في التليفون؟ طب بذمتك في عفريت يلبس قميص بثمان زراير؟ العفريت قمصان وفيها 40 زرار. تبقى لص وحرامي، وأنا الحين وراس أبوي لبلغ شرطة العفريت. كده برضه فواز يا أخويا، بدل ما تفرح بالسر اللي استخبى عني وعنك السنين دي كلها وتاخدني في حضنك، مره تقول عليها عفريت ودلوقتي تقول عليها حرامي. ده انا وانت نازلين من حزقه واحده يا فواز، ده انت التوينز بتاعي. انت يا قصير، انت التوينز حقي وتقول نزلنا من حزقه واحده؟ انا اتذكر وانا جالس في الحزقه ما كان في حد جالس وياي. وبعدين هيرو فواز يي تمارا جوروا باي يي بچپن سے آپ دونوں بچھڑ گئے تھے، آپ یہاں اور تمہارا بھائی ادھر کائرو میں، اور میں فقط كنت اتحمل مسئولیت واحد شخص، الان سوف اتحمل مسئولیت اتنين شخص. کاہے روکت ڈگر پیار دلال میرو کائے دیکھت سب ناری موئے دے ولا فلس يعني يا رجل انت، هم للعلف اللي هو في ده كله قالهم دي. يا فوزي يا فوزي، لا بد أن تفهم، هذا الورث من الست التي ربته، أضف إلى ذلك ورث المرحومة زوجته، لا بد أن تفهم. بقول لك يا رجل أنت، الكلام ده كله مش داخل دماغي، علي النعمة أنا ممكن أقطع صوابع إيديا ورجليا وأملأ لكم البيت ده عقل صوابع تمشي تلخبطكم، أنت ما تعرفنيش. آه لقد تذكرته. أيوه كده، هو لازم أقطع نفسي عشان تتذكرته. قول. لقد ترك لك أبوك ثلاثة بدلة واثنين قميصين. ثلاثة بدلة واثنين قميصين؟ ما سابش شرابات؟ والشماعات اللي كان فيهم التلاتة بدلة والقميصين سابهم ولا لأ؟ بقولك ايه يا عم خان، انا كنت بهزر معاك، انسى كل اللي انا قلته، اوعى تفتكر يا عم خان ان انا جاي عشان فلوس ولا ورث. فواز ده لحمي، لحمي يا جدع، اخويا، لا بد ان تفهم. اسود، الراجل الهندي ده بيعمل ايه؟ يكونش جايب واحده من بنجلاديش مصاحبها هنا؟ ها
الهنود بيحبوا البنجلش دي 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 ان شاء الله مع انهم حبوا بعض. جمانة ايش هذا الصوت؟ ديك تكتم ديك تكتم في الصباح. خان حزم لها الفنجان يمكن يرقص. كلكم تدرون ما احب الصوت عالي في الصباح بيعصبني، بدي هدوء هدوء. سوري مستر فواز. ويا مال الشام والله يا مالي طال المطال يا حلوه تعالي. ايه مائدة الرحمن دي؟ صباحنا عسل ملزق في السندوتشات. يا فوزي صباحك فل حبيبي، نورت بيت ابوك يا اخوي. يلا عينك في الصحن اللي قدامك. بالنسبه فواز انا كنت عايز اتكلم معاك في عده مواضيع مختلفه. يعني ايش نتكلم؟ انت ما تستحي على وجهك؟ ما شايفني افطر ولا شيل الفطور عشان تتكلم؟ يلا تعال يا شباب شيلوا السفره عشان الباشا بده يتكلم الصبح. نور بيت اخوك يا فوزي. وانت كنت بتعمل امبارح يا قط؟ ابي ارباب كسامي كوتش ما تقولنا يا ربك يا بولتايا بركه ابو تايا بابا تيرا ما تقلبش فيها بتبت شم فجاه. كنت بتعمل ايه؟ يا نهار اسود الاكل هنا فعلا محتاج جلاليب. انا هفتح سوسته البنطلون مش قادر، كرشي نزل في وراكي. هعمل ايه؟ ما طلعت بفكر. ايه قعد الجنان ده وماشي تتحنجل كده؟ مفيش صباح الخير يا عمي. الواد ده عدواني قوي، الواد ضربني بالبنيه. جود مورنينج ديد. جود مورنينج يزيد. ديد انت وعدتني انك هتيجي معايا في البيرنتس داي الاسبوع اللي جاي. يا حبيبي كبرت يا حبيبي ورحت المدرسة ونفسك أبوك يجي وياك. مين حبيب بابا؟ يزيد. مين روح بابا؟ يزيد. مين عقل بابا؟ يزيد. والله ما أنا رايح وياك، روح عني. دخلت علي دخلة واحدة خسرت مليون دولار، نفس أمك الله يرحمها كانت تدخل تخسرني. رحمة الله عليك يا أم يزيد. دور بس أنا كل أصحابي أهلين حيجي معانا في البيرنتس دي، اشمعنى أنا؟ ولد تكلم زين ويا أبوك. يلا روح. حرام كده مستر فواز. يزيد استنى يا حبيبي. ده والله غبي والله غبي، كان في زيتونه كنت اموت عليها. بقولك ايه، ما تعرفيش ال 3000 درهم في دبي يعملوا كم درهم في دبي؟ ايه لا شكلك مالكيش في دبي. المهم صباح الفل. سك ايه ده؟ حسنتي كجمانة؟ مالك يا فوزي حسنتي ايه؟ اشربي شاي. شاي مش عايزه شكرا. خلاص ربنا يخليك يا فواز، اول مره اعمل شوبينج. اول مره تعمل شوبينج؟ لا قصدي الاسبوع ده، اصل لازم كل اسبوع اعمل شوبينج من الجمعه للجمعه. انت عارفه لو جه عليا سبت من غير ما اعمل شوبينج ارجع الاربع على طول تلاقيني. تعالي. مرحبا. فين؟ ايه رايك بقى ندخل نجيب الحاجات اللي انت عايزها؟ لا 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 انا اجيب الحاجات دي؟ لا الاذواق بصراحه بيئه بيئه وبلدي موت. يعني بص القميص وبنطلوني انت تعرفي الفرق؟ لا 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 صح. بقولك ايه، انت بتتكلمي مصر حلو او انت مصريه؟ لا انا من اصول ايرلنديه بس بقالي سنين عايشه في الخليج وبتكلم مع المصري مصري ومع الخليجي خليجي ومع اللبناني لبناني ولغات اجنبيه كتير كمان. مية مية انا كده برضه بتكلم مع المصري مصري ومع الاسكندراني اسكندراني ومع الفيومي فيومي ومع الفكهاني منجاوي. قشطه يعني قشطه. مستر فوزي حضرتك جاي تشتري ولا ترغي؟ لا بصراحه انا جاي ارغي بصراحه. بس انا فرحان فرحان بصراحه، المول حلو قوي. انت ما قلتليش صحيح بقالك قد ايه بتشتغلي مع اخويا فواز؟ بقالي تقريبا 3 سنين تعرفت عليه في اوروبا ومن يوميها وانا بشتغل معاه. 3 سنين؟ ده اخويا فواز ده غبي جدا، ما فكرش مره في 3 سنين يعرض عليك الجواز او على الاقل يتهجم عليكي. ايه الاستوري اصلا انا صريح شويه، انا بقالي معاكي 3 ساعات ونفسي اعمل كده بصراحه. اصل مستر فواز راجل محترم وهو وافي جدا للمرحومه مراته. طب انا محترم ووافي جدا للمرحومه امي، من يوم ما ماتت ما حنتش لاي ام. سيبك من الكلام ده سيبك، انا نفسي اوريكي اللبس الجديد عليا. إيه هتنبسطي قوي. فوزي ايه ده؟ هلبس؟ لا مش هنا يا فوزي. مش هنا ايه؟ وفي حد فيهم دفع لي فلوس؟ وايه اللي مش هنا؟ لا فوزي والنبي دي فلوسي. الله فوزي والنبي بس استني انت بس مش انت مش فاهمه حاجه. ايه ده؟ انت مش فاهمه حاجه اسكتي. مش عارفه ليه قلت لك الكلام ده، يمكن عشان فيك حاجه خلتني كده ارتحت لك. هي نظراتي انا عارف نظراتي فظيعه. لا كده انت فاكك عفوي هلهطه يعني. يا بنتي انت مش عارفه بتكلمي مين. انزلي الدقي، انا من معالم الدقي زي كوبري الدقي بالظبط، من معالم القاهره. انت عارفه برج القاهره ده؟ انا هو دفعه واحده، هو ما شاء الله كمل وانا مش عارف ايه اللي وقف. في حاجه غريبه، انا بغرق ولا ايه؟ انا حاسس ان انا بغرق. انا بغرق يا الله يا جمانه. شوفي لي غطاس.
تاني دولة أوروبية نحط لها نقطة تدينا اسم عالم ذرة. ها يلا. ها مش عارفة. لا فكري اللي مش عارفة. فكري دولة أوروبية نحط نقطة تدينا اسم عالم ذرة. طب قولها والنبي. هاخد 100 درهم. اوكي اوكي. قطر نحط لها نقطة تبقى قطز. هو قطز عالم ذرة؟ ويعني هي قطر دولة أوروبية؟ حلو صح؟ طب قول واحدة تانية. ما تعرفيش حاجة. والنبي. واحدة؟ 200 درهم. اوكي. ها؟ ليه القوطة؟ الطماطم. عارفة الطماطم؟ قليلة الأدب. عشان حمرا؟ لا. عشان مدورة؟ لا. طب ايه؟ عشان بترقص في الخلاط. والله؟ بقولك ايه؟ بقولك ايه؟ بقولك ايه؟ انا عايز اسألك على حاجة. اشيل الحاجة ديت ولا تقل من قيمة البضاعة؟ ما انا بقولك شيلها. لا خليها. بقولك ايه؟ ممكن اسألك سؤال؟ هو انت ليه ما فكرتيش في الجواز لحد دلوقتي؟ هو انت في حد غرغر بيكي ولا انت معقدة؟ غرغر؟ انا اسف اذا كنت بتدخل في ملابسك الشخصية. نعم؟ قصدي الداخلية. انا متلخبط. مالك يا فوزي؟ ما تنقلتيش اتجوزتي ليه لحد دلوقتي؟ ما بفكرش في الموضوع ده. فوزي انا اتربيت في ظروف صعبة. بابايا ومامتي ماتوا فقرة جدا وسابوني لوحدي. عارف يعني ايه تكون محتاج حاجة وما تعرفش تجيبها؟ تكون محتاج اكل ما تلاقيش تاكل؟ كل ده يخليني ما عنديش استعداد ان اخسر اللي وصلت له علشان حب وجواز وخلفة. عرفت بقى ليه مش عايزة اتجوز؟ ياه ده انت تافهة قوي. نكدتي عليا وعلى اللي جابوني. انا مالي عايزة تاكلي ولا ما ان شاء الله عنك ما طفحتي. ايه النكد ده؟ اكسكيوز مي. هلو. شايفة العيال المفرفشة اللي تفتح النفس؟ عن اذنك هروح اكحت النكد اللي عملتهولي. اوكي. يا بنت الحلال قلت لك الزغزغ. يا امو قال قلت انا الزغزغ. الله ملعونه الله ملعونه. انا قلت لك انا الزغزغ. يا بنت انا اضحك. انت فاهمه ولا مش فاهمه؟ انت مش فاهمه. يا زوله اوراق سليمه ليش ما بعت شحنه الادويه من الدنمارك؟ مش عارف يا فندم. انا حاولت كتير اتصل بمستر روجر مش عارف اوصل له. اسمع يا جو الدواء هذا لازم يوصل المستشفيات في اسرع وقت. يا ماما يا بنتي مو انت اللي سريعه هم اللي سرعه. انت شوي شوي اصبعي عصبي يا بنت. تدري يا جو اصحى. تدري يا جو انت وجمانه اللي اقنعتوني بهذه الشركه انا ماني مرتاح منها من زمان. وعقدها معقد وشروطها معقده. ماما شوي شوي انا اللي المس بطن قدمي والله تلاقي كتافي تور تور. بس توكيل الدواء ده يا فندم كان مكسب كبير قوي لشركتنا وسعادتك شايف الطلبات عليه قد ايه. اسمع اقول لك انت فك اصابع رجلي اليسار خديها وياك وركبيها بعد الميتنج. يلا امشي 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 امشي. اسمع يا جو انا ادري كل كلامك. اطلبه لي على التليفون. حاضر يا فندم. الصراع الدموي في العراق وفلسطين مرورا بلبنان. هل هي حرب للتصدي للمشروع الامريكي في المنطقه؟ كيف ستتعامل واشنطن وتلوبي العربيه مع الوضع الجديد بعد 60 عام؟ يا بنتي كفايه اللي بنشوفه ده دمنا بيتحرق. ما كل يوم بنتفرج على المناظر دي. في حد بيتحرك ولا في حاجه بتتغير؟ هو بقى لنا كام سنه كل يوم تتاخد مننا قطعه كل يوم تتاخد قطعه. انا حاسس بعد كده هيعملوا اوفر اللي ياخد قطعتين ياخد قطعه هديه. والله الشعوب العربية عيني حالها عامل ازاي دلوقتي. النص جاله السكر والنص التاني مش لاقي يشتري السكر. سيبك من الموضوع ده وخلينا في علاقتنا. علاقة ايه مستر فوزي؟ لا بلاش مستر فوزي. شيلي الألقاب بقى. يعني قولي لي يا أستاذ فوزي يا فوزي بيه. لعلمك أنا عادي مش معقد. اوعى. أيوه كده فرفشي كده. علاقتنا مش المفروض تتطور شوية؟ نطورها ازاي يعني؟ يعني استلطاف استظراف اغتصاب. هي فهمتني غلط ولا ايه؟